السلام عليكم وليدي حموموشات والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. فيديو اليوم فيديو مميز وطال انتظاره. كيجيوني بزاف ديال التعليقات في هذا الموضوع وكنقول مع راسي راه سبق وهضرت على الموضوع بطريقة غير مباشرة، ولكن مؤخرا كيجيوني بزاف بزاف ديال التعليقات، وآخرها ماشي اخرها لان جاوني المهم غا التعليق اللي كان تقريبا واش من قبل اسبوع تقريبا، هو غنخليه لكم هنا فيه الحاح كبير في هذا الموضوع. هو ازاله شعر المنطقه الحساسه بالطريقه الصحيحه، لان الاغلبيه ديال البنات خصوصا المراهقات كتجيهم هاد المشكله انهم يعني ما عرفوش كي غيحيدوا الشعر ديال المنطقه الحساسه، وكيستعملوا واحد الطريقه خاطئه خاطئه جدا اللي كتسبب تصبغات وحبوب وكذلك ترهل في المنطقة. هي ترهل في المنطقة. أنا في الأول يعني استغربت، ولكن فعلا هاد الأشياء راه كيسببوا ترهل. فغادي تشوفوا معايا أول حاجة بعد البنات الخطأ اللي كيعملوه خصوصا المراهقات، راه ما فيها بس أننا نوعيو بناتنا ونشرحوا لهم، ما فيها بس، بالعكس هذا كله في ميزان حسناتك وتكون عندك تقنية باش توصلي ليها الفكره، وطبعا الاحترام في محله. فكيستعملوا هذه، انا هذه كنسميها المجرمه، هذه لا تليق ابدا بالنواعم، هذه لا تليق ابدا بالنواعم. يمكن الاغلبيه غلطوا او الاغلبيه غلطنا ويعني كنا استعملنا هذه، ولكن هذه راه كتسبب سواد لاي منطقه، سواء الابطين سواء المنطقه الحساسه، وكذلك كتسبب حبوب، وكذلك يمكن الله يحفظ انها يعني تسبب شي تشوه الى مثلا قطعات ولا شي حاجه. فهذه ما كتصلحش لينا ابدا. طبعا هذه عندي لدواعي تصويريه، ما كنستعملهاش عندي لدواعي تصويريه، وسبق وعطيتكم انا كاع واحد الحل زوين غيهنيكم من الشعر كله، اللي هو صوبت معكم زيت السعد قدام عويناتكم وجبت لكم السعد. قلبوا على القناه غادي تلقاوه احسن مليون مره من هذاك اللي غادي تشريوه، وفعلا البنات جربوه راه كيكتبوا. المشكله البنات ما كيكتبوش في نفس الفيديو، كيكتبوا في فيديوهات اخرى، غير شوفوا التعليقات. فعلا جربوه اللي كملت مثلا القرعه الاولى، لان كيبان لك الفرق من القرعه الاولى، القرعه الثانيه والثالثه كتلاحظي كيوليو عندك يعني غير شويه ديال الشعر، واصلا كيطلع كيكون رقيق رقيق بزاف. طبعا الا بغيتوا الشعر يمشي نهائيا ضروري تداوموا عليها واحد المده، يعني تكملوا ربعه ديال القراعي ولا خمسه من هذوك اللي صاوبت معاكم، ولكن راه غيبان لكم الفرق من القرعه الاولى غيبان لكم. المهم الطريقه ديال الشرح غادي تلقاوها في الفيديو الخاص بهذا الموضوع. انا الان كنهضر مع البنات اللي ما بغاوش يستعملوها وكيستعملوا اشياء اخرى، او بعض البنات كيمشيو كيستعملوا هذا كيستعملوه للمنطقه الحساسه. المشكلة ديال هذا إلا استعملتوه للمنطقة الحساسة، طبعا ما كنهضروش على الألم، الألم ديالو يعني غير استعملتوه للإبطين راه مشكلة، ويمكن كذلك أنه يخلي واحد النوع ديال التصبغات، هذا كيسبب ترهل للمنطقة الحساسة وكذلك ترهل للإبطين. هذا ولا الاخر اللي شفتوه معايا اللي كيكون على شكل كويرات، هذا الا بغيتو تستعملوه استعملوه للرجلين. الا عندكم مثلا الشعر في الرجلين في هاد البلاصه هذه في اليدين رائع جدا، ولكن للمناطق الحساسه والابطين ما كنصحكمش، ما كنصحكمش. وكيسبب حتى هو كيسبب السواد للمنطقه، يعني بحال تحرقته، لهذا ما تستعملوهش. انا كنهضر لكم عن تجربه احد متتبعاتي، راه غادي تلقاوها اكيد في احد الفيديوهات، انها استعملت دائما كتستعمل هذا وسبب ليها ترهل وكذلك سواد. فهاد الشيء ما كنصحكمش به تستعملوه ابدا للمنطقه الحساسه. والميزه كذلك ديال الزيت انه راه داك الشعر كيعمل ليه كيطلع ببطء، مثلا انت اصلا كنتي كتحيدي مثلا الشعر كل اسبوع، غتولي تحيدي في 15 يوم في 20 يوم. لهذا بعض البنات غيقولوا اش كيديروا عندك مثلا هذا اللي غنشاركوا معكم، راه هي البنات راه كيطلع الشعر ولكن كيكون معطل. فضروري اي امراه راه ضروري يكون عندها الاشياء ديالها اللي هي كتستعملهم بحال هذا. ايه هذا كنستعمله وزوين بزاف وكيعجبني. فهذا اسمه فيت ديال البشره الحساسه، ركزوا ليا يا البنات على البشره الحساسه. واخا تكون البشره ديالكم اي نوع جيبوا ديال البشره الحساسه، راه كاين اللي فيه هنا على ما اظن الخضار، كاين اللي فيه واقيلا صفار، ف
فانا بشرتي حساسه وجبت هذا، ولكن كنصحكم تجيبوا هذا اللي كيليق لي البشره الحساسه. زوين هذا بزاف يا البنات، تستعملوه حيدوا ليا هذا الشيء، ما تستعملوش ابدا هذا. ناعم وكتجي معاه هذه، ها هي فيها هنايا بحال السيليكون كما كتشوفوا معايا، بامكانكم تستعملوها او ما تستعملوهاش. المهم انا غنوريكم الطريقه، فصراحه هذه كتجي صعيبه شويه فما تستعملوهاش. فالطريقه الاحسن انكم توضعوا هاد الكريم، راه كتبين لكم راه كتبين لينا هنا المهم 5 دقائق، فانتوما ما تخليوش 5 دقائق كامله. طبعا الا عندكم البشره حساسه للبشرات الاخرى صراحه ما عرفتش، وكذلك ما كيخليش ابدا السواد نهائيا نهائيا. البنات كيقولوا انه كيخلي السواد، كيخلي السواد الا كتستعملوه مع بحال هادو، راه كاين واحد النوع اخر قاصح وتبقاو تكرطوا به بحال هكذا فعلا، لان هذيك البشره راها حساسه. فالطريقه الاحسن انكم تشريو بحال هذا الكيس، هذا ها هو يا البنات، هذا الكيس ناعم جدا كما كتشوفوا معايا، هذا الكيس ناعم. فالطريقه اللي غادي تعملوا انكم غادي توضعوا، وغنقول لكم كذلك واحد المكون اخر اللي غادي توضعوه باش ما يخرجوش لكم حبوب ابدا ابدا. فالطريقه انكم غادي توضعوا هذا الكريم، وكذلك راه الريحه ديالو البنات راه ما قاصحاش، كاين بعض الانواع ديال مزيلات الشعر ناري انا بالله وبالشرع، واحد الريحه بحال ديك ما عرفت بحال ديك الكولا، واحد النوع ديال الكولا قاصح قاصح بزاف بحال ريحه ديال الدوليو. هذا واحد الرائحه ناعمه كتليق فعلا بالنواعم، والثمن ديالو تقريبا راه وقيله 30 درهم يعني 3 أورو تقريبا، كنقول التقريب بالنسبه للبنات اللي كاينين بدول اخرى. فغادي توضعيه على المنطقه وغادي توزعيه، سواء الا بغيتي تستعملي هذه الاداه او توزعيه بيديك سواء على الابطين او المنطقه الحساسه، وغادي توزعيه وغادي تخليه. المهم قراو نتوما ضروري انكم تقراو هاد التعليمات اللي موجوده هنا وحسب الجسم ديالك، فانا ما كنبغيش نخليه 5 دقائق. المهم ثم غادي تجيبي هاد الكيس هذا وتلبسيه ليديك وتبقاي دوزي على الابطين او المنطقه، يعني الشعر غادي تبقاي تحيديه بهذا الكيس هذا، ماشي انك تحيديه بهذه، لان هذه اكيد غادي تعمل لكم شي تصبغات، وحنا في غنى على هاد التصبغات. صافي هذا الشيء اللي غديروا، وغتغسلوا بالماء يكون بارد حبذا، لو انكم الا غتحيدوا الشعر ديال المنطقه ما تحيدوش في النهار فاش غادي تعملوا الحمام المغربي مثلا. انت عارفه بلي غديري الحمام المغربي فحيديه انت قبل بنهار ولا بعد بنهار، لان الا حيدتوه كيكونوا المسام محلولين فعادي انه يكون عندكم تصبغات. فانا شخصيا ما كنبغيش نعمل ابدا ازاله الشعر في اليوم فاش غادي نعمل الحمام المغربي، ومن بعد مباشره من ازاله الشعر اش غادي ديري. المهم بامكانكم تستعملوا هذا كذلك، ها هو يا البنات هذا كذلك زوين للساقين الابطين، ولكن هذا صراحه انا شخصيا كنت كنستعمله لداك الشعر ديال اللي كيكون عندنا في ليبات، هاد كنقول لكم هاد البلاصه عند لودنين يا البنات، زوين كيحيد هذاك الشعر طبعا قبل اكتشاف الزيت السحري، هذا كذلك راه زوين. ومن بعد ملي غادي تحيدوا الشعر غادي تستعملوا هذه او اي نوع طبعا اي كريم للاطفال، انا غير جبت لكم هذه كمثال، غادي تستعملوا اي كريم للاطفال. كاين واحد النوع اخر اصفر اسمه ميتوزيل، ميتوزيل وقيل ميتوزيل ولا ميتوزيل ما عرفتش، المهم بحال هكذا واش اي ولا أه. المهم ميتوزيل، ميتوزيل هذه هي السميه، تستعملوه من بعد فكيحفظكم تماما طبعا، الله هو الحافظ قصدي، يعني كيحميكم ابدا من هذوك التصبغات اللي كيكونوا عندكم، وكذلك من الحكه وكذلك من الحبوب. اصلا لما استعملتوش هذه او هذه راه ما كاينينش الحبوب نهائيا، وفعلا غادي تكوني مرتاحه والجسم ديالك غيكون ابيض ما شاء الله وخالي من التصبغات. كنتمنى يا رب تكون هاد الطريقه اللي كنستعملها انا نالت اعجابكم، كنتمنى يا رب كذلك ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده وتبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.